تقوم الجهات المعنية في مملكة البحرين بالتنسيق المشترك واتخاذ إجراءات احترازية بشأن فيروس الكورونا المستجد، ومنها ما يتعلق بالقادمين إلى المملكة، إضافة إلى تخصيص أماكن محددة للتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة. حول هذا الموضوع معنا الهاتف أو معنا عبر الهاتف الدكتورة جميلة سلمان، استشارية الأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي. بعد التحية دكتورة، هل تم رصد أو الاشتباه بأي حالة مصابة بفيروس كورونا في مملكة البحرين؟ مساء الخير جميعا. في البداية حبيت أن أؤكد خلو مملكة البحرين من أي حالة إصابة بفيروس الكورونا. فصحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم من مرض فيروس الكورونا هو أولوية قصوى يسعى الجميع للحفاظ عليها في مملكة البحرين، واتخذ المملكة كافة الإجراءات اللازمة على مختلف الأصعدة لمواجهة الفيروس، خصوصا بعد إعلان تفشيه عالميا وانتقاله إلى دول أخرى خارج جمهورية الصين الشعبية. فتعمل حكومة البحرين بشكل مستمر ومتواصل على توفير كل ما هو ضروري لمواجهة الفيروس للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وذلك طبعا من خلال الالتزام باتباع إجراءات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن، من حيث التشخيص، متابعة الحالات المشتبه فيها، وأيضا أن ممكن القادمين من المناطق الموبوءة. نعم دكتورة، نتكلم بما يتعلق بالقادمين إلى مملكة البحرين، كما ذكرنا بأن هناك أماكن مخصصة للتعامل مع أي حالة مشتبه بها. هل هذا المكان مخصص في مطار البحرين أو عبر الحدود حدود جسر الملك فهد أو مطار البحرين تحديدا؟ طبعا هو بالنسبة إلى الإجراءات الاحترازية، فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قرار بتشكيل فريق للتصدي لخطر العدوى بهذا الفيروس، يتولى إدارة الإجراءات الاحترازية على جميع المستويات برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة وعضوية الجهات المعنية. اتخذوا الكثير من الإجراءات اللازمة لمنع وصول الفيروس للبحرين، مضاعفة الجهود المبذولة ومراجعة وتطبيق جميع البروتوكولات. من حيث الإجراءات عند المنافذ، فعندنا الإجراءات موجودة في المنافذ الجوية مطار البحرين الدولي للكشف عن الحالات ومتابعة القادمين والمنافذ البحرية، وأيضا مثل ما تفضلتين من التأكد من جاهزية المستشفيات من حيث توفير غرف العزل، الحجر الصحي، توفير جميع كافة المستلزمات اللازمة والملابس الواقية لحماية الطاقم الطبي والتمريضي، بالإضافة إلى تدريبهم للتعامل مع هذه الحالات، وأيضا التأكد من توفير الفحص المختبري الجيني اللازم للكشف عن الفيروس، بذلك بالتواصل المستمر بمنظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة الخليجي لمواكبة هذه الإجراءات الاحترازية العالمية والإقليمية. ونحن طبعا نتطلع إلى تعاون الجمهور الكريم حول كل ما يصدر من تعليمات وإرشادات حول ما هي أهم الإرشادات التي ممكن أن توجهها دكتورة من خلال شاشتنا إلى الجمهور أو متابعين تلفزيون البحرين حول هذا المرض، أهم هذه الإجراءات التي ممكن أن تتبع؟ أهم الإجراءات هو الاتباع هو متابعة الاهتمام بنظافة الأيدي. نعم. إحنا نتكرر على نظافة وغسلها بطريقة متكررة. لبس إذا في أماكن المزدحمة واللي يكون في الدول اللي انتشر فيها الفيروس. نعم. لبس الماسك، تجنب المخالطة مع الأمراض المصابين بأعراض مشابهة لمرض الكورونا، وتتبع جميع التعليمات اللي تصدر بحول إجراءات الوقاية مثل السفر إلى الدول اللي ممكن موجود فيها الفيروس مثل جمهورية الصين الشعبية. نعم. ومتابعة الأخبار من مصادرها الأساسية والحكومية والمعترفة عالميا وعلميا. نعم دكتورة جميلة سلمان، استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي، شكرا جزيلا لك.